اوكي، السلام عليكم، شلونكم الشباب؟ وياكم احمد. طبعا اليوم شباب جيت لكم بمقطع ببجي موبايل جيم، يعني صدق جلد نار، المركز الاول. المقطع لا يفوتكم صراحه، والله ذا يعني حرامات اذا فاتكم المقطع، مقطع رهيب رهيب. فمثل ما تشوفون يا شباب حاليا جاي ننزل وخلنا نسولف شوي يعني ابو والله اوكي شباب ننزل ندور سلاح. طبعا مثل ما تشوفون يا شباب سيزن شحنته 450 قوة قوة يا شباب، شحنته شنو قوة شحنته قوة وصلت ل 450 لان تأخرت كلش. اخوي طو بطاقة مال الجسمه، بطاقة 5 اربيات مجانية، فوصل بسرعة. اوكي انا بالاسبوع الرابع يلا وصلت. طبعا انا جاي احكي بالمونتاج فما جاي اسمع الصوت اللي باللعبة هسه. فمثل ما تشوفون يا شباب خليت لكم لقطة بداية المقطع خرافية، راح تشوفونها يعني بهالمقطع، ورابط حسابي بالانستغرام وبالتيك توك راح تلقونه تحت بالوصف. اوكي شباب خليكم مع المقطع. واو يا شباب قاعد الطيارة، هذا كتلنا قاعد الطيارة من اول كل، اول كل هو قاعد الطيارة حبيبي. والله الجيم لوز لو شنو هاي، ها انا جاي اتحقق من التصوير. اوكي شباب طبعا بسرعة ما لاحظتوا لين بالمونتاج انا شوي قطعت التصوير صار شي. اوكي يا شباب خلينا نكمل، بس حرامات بالمونتاج ما اقدر اسمع الصوت، خاف اتشتت. اوكي جانا واحد، شوي نطي رياكشن مدري ايش اسمه، بس بوت هسه يا شباب شوي راح نروح لل سيفرني، لا دي سيتي. المهم يا شباب المنطقة المشهورة بليفيك اللي هي بالنص كبيرة بها العمارة الكبيرة. اوكي يا شباب كتلنا هذا البوت الثاني، هسه خلينا نروح نطلع بس نشوف شنو عنده. حلو سكوب 6 يا شباب، والله حلو حلو، هنحطه على الانفور. حلو هسه ثواني شوي خلنا نذب اللوت الزايد. خذينا سلاح ال MK12 اعتقد انا، هذا شنو هذا انا ملونه، شنو هاللون ماله، ما اعتقد ملونه يب، والمفروض اسود بس هذا جوزي يمكن، والله ما ادري. المهم يا شباب هسه خلينا ناخذ هاي الدراجة ونروح للمنطقة. اوكي رايحين لها. طبعا يا شباب حطوا لايك المقطع واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد، لان التفاعل بالقناة يعني انشر مقطع يعني قوي يجيني شخص واحد. اوكي يا شباب بس لا اكون ناسي هنا. اوكي انزل اغرس كوب 6 هم زين ما بشيت، يلا خليني ندخل من الجهة الثانية. اوكي الاشجار بعرتينا، اوف 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 يا شباب هم زين دخلت للبيت باخر لحظة، والله ما كنت تدرك واحد بالعمارة. اوكي خليه نبلعه. هاي فوق السطح، يلا قف يا رب الموت. اوف هذا وين، منين جاي يرمي؟ وات اوكي شباب طبعا قطعت المقطع لان شوي تاخرت. فاوكي شباب هسه خلينا نبوش نبوش. اوكي هذا اسمه دنقلك راح نكتله بعدين ان شاء الله. اوكي هذا وين، هم زين طلع حسبالي قدامي، اليوم ناخذ الاول. اوف 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 والله يا شباب جاي يقتلني.
وين هذا وينه؟ كاشوا طبعا ذا بسموك. وشنو جاي يفكر عتوه محترف؟ هسه راح نكتله كا يا شباب. اوكي هو على اليمين، على اليمين. حلو حلو، بسرعة خلنا بوشله. ابلع ابلع يلا ساعديه، مدري ساعديه. المهم يا شباب قتلنا هذا، بعد نبلع البوت. وهنا يا شباب راح تجي اللقطة الحاسمة. هذا شوية يا شباب، هي هاي السيارة اللي بيها التيم. افضل لقطة صارت بالجيم هنا، من راح يجون علي. اوكي جاني لاعب الكتلة. اوكي بوت بوت، السريع السريع، فنش فنش. اجوا يا شباب اجوا يا شباب، يلا 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 تعال. قلت تصير بكم لقطة يعني تصير. ابلعوا ابلعوا يلا، والله كفو. والله حلوة يا شباب، استهزاء ليفل ماكس. كادروب خلنا نحدد. واتش اوت ماركت ان اير دروب. حلو حددنا، خلي نروح لوتهم. كيف بالله ايش عنده هذا؟ عنده طلق بس. بيكيسي يا شباب بيكيسي، حلو. ولو انا احب الانفور اكثر من البيكيسي. البيكيسي شوي من الظل ترمي بيه هواي، يصير بيه شلون اهتزاز يمين ويسار على سكوب 6 طبعا. اوكي خلي نروح للدروب. اوف انت عامله. اوكي شنو ذاك يا شباب؟ شكلي شفت واحد. والله شنو ذا؟ ها بوت بوت يا شباب. موت موت او نام لي. بلع. جت سيارة جت سيارة، انا ضعيف بس بالحركة الوطيئة. اوكي اوكي كفو. ستارت ماكس. بلع بس بلع. شحن الاربي 50 ومتعب نفسي. كيف طبعا نسيت اقول لكم الحساب اريد ابيعه انا، بس اريد ابيعه ب 10000 بس ما ادري اوي. حرام بعد شلون اقول لكم علي من وصف على لعبة، هي بوبجي بعد معروفة. هسه تقولون ليش تشحن؟ انا مش شحنتها السيزن، هسه عندي 300 شده يعني بعد ما راح اشحن بفلوس. اوكي لوت الدروب. طبعا يا شباب هذا حسابي متصنف نباش على دولة جنوب السودان. هاشتاج 63 حاليا. مثل ما تشوفني يا شباب هذا العلم مالي، طبعا انا من العراق بس غيرت العلم على مود التصنيف. اوكي شوف الجلد جيت حلو، ناس تروح تلعب تقييم. كيك واحد طبعا هناك، وين اعتقد ذاك. شنو على كيفك على كيفك، لا تغدر. اوف
ذاك 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 ورا الشجرة ورا الشجرة على مسافة 275. خليتها تغدر. كيش كنا راح نطول مكمبر بما عدا كبر. ذاك 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 حلو يا شباب. اوف شناي شناي لا مستحيل يا شباب. البوت جاي يقتلني البوت جاي يقتلني متخيلين الجيم اتجلد كلها اخرتها يقتلني بوتها. بزين قتلته يا شباب والله. جيت اخلصها معالج والله حلو. يب جاي يا شباب وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك وتشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلك كل شي جديد. وبس مع السلامة. باي.